مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورتس أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. كلاسيكو تونسي بألوان ونكة إفريقية، مباراة النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى دوري المجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن حسمت بطاقتي التأهل في هذه المجموعة من خلال الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي. رغم غياب الرهان تبقى دائما مباريات النجم والترجي هامة، رغم قلت غياب الرهان بالنسبة للترجي، بينما النجم مطالب الانتصار والانتظار نتيجة مباراة الأهلي وستاد مالياو الملعب المالي، تدور في نفس توقيت مباراة ملعب سوسة الأولمبي. حكم المباراة الجزائري مهدي عبيد شارف يعدل ساعته قبل إعطاء إشارة انطلاق حوار النجم والترجي. ضربة البداية ستكون للنجم الساحلي، ونمر مباشرة إلى استعراض التشكيلتين. البداية بتشكيلة النجم الرياضي الساحلي وخيارات المدرب فوزي البنزرتي. للمرمى زياد الجبالي، 3 غازي عبد الرزاق، 21 حمدي النقاس، 5 عمار شمل، 15 زياد بوغطاس، وسط الملعب 7 حمزة الأحمر. انطلاق المباراة، ضربة البداية للنجم وتقطع كورة من جانب الترجي، الانطلاقة من دريس المحيرسي، العرضية والإبعاد من عمار شمل. نواصل استعراض تشكيلة النجم الساحلي، قلت وسط الملعب 7 حمزة الأحمر، 17 مروان تاج، 29 محمد أمين بن عمر، 30 يوسف المويبي، 14 موسيس أوركوما، و9 المهاجم راس الحربة بغداد بونجا. في المقابل عمار السويح المدرب الجديد للترجي يختار للمرمى معز بن شريفية، 2 علي المشاني، 17 سامح الدربالي، 30 محمد علي اليعقوبي، 28 محمد أمين النفسي، وسط الملعب 4 حسين الراقد، 22 معز عبود، 25 خيلان الشعلالي، 8 دريس المحيرسي، وثنائي الهجوم 14 هيثم الشويني، و29 فخر الدين بن يوسف. هي بلغة الأرقام المواجهة العاشرة بين النجم والترجي على المستوى القاري، والسابعة في مسابقة كأس الكاف، إلى جانب 3 مواجهات جمعت الناديين في دوري الأبطال، 4 انتصارات للنجم. الترجي حقق الفوز في مناسبتين و3 مباريات انتهت بالتعادل. تدخل وابعاد كورة من خاصي عبد الرزاق، رمي التماس للترجي، قلت بطاقتي التأهل في هذه المجموعة حسمت منذ الجولة الماضية بعد انتصار الأهلي المصري على الترجي في تونس 1-0، وتعادل النجم الساحلي في باماكو مع الملعب المالي 1-1. الأهلي والنجم في المربع الذهبي عن هذه المجموعة الأولى، طبعا كما ذكرت في انتظار التعرف على المتصدر ووصيفه بعد مباراتي اليوم. طبعا التساوي على مستوى نتيجة الذهاب والإياب بين النجم والأهلي، هذه كرة للترجي هيثم الشويني من غيلان الشعلالي، يستعيدها دريس المحيرسي، ممتازة التوزيعة ومتفطن زياد مغطس، ترجع كورة هيثم الشويني طولها أكثر من لازم، ضربة مرمى للنجم الرياضي الساحلي. لقطة فنية من دريس المحيرسي، لكن زياد مغطس كان متفطن على مستوى المحور ينجح في إبعاد الكرة. 3 دقائق منذ انطلاق الشوط الأول، التعادل دون أهداف بين النجم والترجي. مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب رادس كانت انتهت بانتصار النجم 1-0، هدف عمار شمل. قلت النجم مطالب
بالانتصار مع انتظار طبعا النتيجة النهائية لمباراة الأهلي والملعب المالي، بما أنه ستتم العودة إلى فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة بين الفريقين. بغداد بنجاح وقبله في التغطية علي المشاري، علي المشاري حط كورة في التمس يمشي للتنفيذ غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق وقبله في التغطية، قبله في التغطية محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي أمام بغداد بنجاح حط كورة خارج الملعب أو ضربة ركنية التنفيذ بين المويبي وحمزة الأحمر، مرفوعة كورة من مروان تاج يخرج معز بن شريفية يرجع إلى مرمى الترجي. معز بن شريفية بعد ما كان تغيب عن رحلة المنتخب التونسي في دار الجولة الثانية من تصفيات كان 2017 في رحلة مروفيا من خلال ملاقات المنتخب الليبيري. في الجهة المقابلة يغيب حارس النجم الساحلي أيمن المخلوثي، وتشكيلة الترجي في هذه المباراة تشهد ثلاثة غيابات لياس شلاسي، شمس الدين الدوادي، وإيهاب المباركي. عيد كورة على بغداد منشأ علي المشاني، المشاني عمو عز عبود، تمشي كورة لمحمد علي اليعقوبي، أرضية كورة محمد علي اليعقوبي، خيلان الشعلالي، الشعلالي مع محمد أمين النفسي، ترجع كورة معز عبود، التغيير كليا لسامح الدربالي، دربالي يلعب كورة قصيرة مع دريس المحيرسي، سامح الدربالي العرضية وتقطع من عمار شمال إلى رمي التنس، تواخر من سامح الدربالي، يلعب كورة مع حسين الراقد، حسين الراقد معز عبود، أكيد الترجي يدخل هذه المباراة دون ضغوطات، قلت حتى ولو كان غاب الريان تبقى دائما هامة مباريات ومواجهات النجم والترجي. النجم يخوض مباراة رقم 216 على المستوى القاري والمباراة رقم 108 في مسابقة كأس الكونفدرالية، بينما الترجي يلعب مباراته رقم 256 على المستوى القاري ورقم 36 في هذه المسابقة. ترجع كورة هيثم الشويني، وهناك رايا تسلل ضد هيثم الشويني، تذكرت غيابات كل من الياس شلاسي، شمس الدين الذوادي، وإيهاب المباركي. اختصار العناصر الاحتياطية بالنسبة للترجي على أربع لاعبين. طبعا الترجي بصدد بناء وتكوين فريق شاب لتخطي هذه المرحلة بعد خروجه خالي الوفاد الموسم الماضي، خسارة اللقب والدوري، الانسحاب من كأس تونس في دور مبكر، الانسحاب من دوري المجموعات لمسابقة كأس الكاف. سدد قلت بناء فريق شاب وانتداب مدرب جديد، هو المدرب عمار سويح، عمار سويح اللي صرح انه هذه المباراة ستكون الأخيرة للترجي بهذه المسابقة، لكن رغم الانسحاب قال الترجي يتحول إلى سوس الأولمبي ويرشم تقديم مردود يليق بسمعة الفريق، رغم انه تحذيرات الترجي كانت منقوصه بسبب غياب اللاعبين الدوليين. سيؤكد انه مواجهات الترجي والنجم تبقى دائما هامه حتى في غياب الريال. نلعب دقيقه ثامنه منذ انطلاق المباراه، يتواصل التعادل دون هدف. انا هذه كوره ومخالفه عمار شمل، سأل كورتو في دين معز بن شريفي، عمار شمل صعب هدف الوحيد في مباراة الذهاب في ملعب رادس. ترجع كرة محمد أمين النفسي، أو
ياسين الراجل بعيد على معز عبود، يستعيدها محمد امين بن عمر، وضربه المخالفه لمتوسط ميدان النجم محمد امين بن عمر. تنفيذ عبوسس اوركوما، عمر شمال لسياد بوغتاس، موسيس اوركوما، عمر شمال ترجع كوره لمحمد امين بن عمر، الافتكاك والانطلاقه من فخر الدين بن يوسف، اعتراض من محمد امين بن عمر، وضربه مخالفه للتراشي مع بطاقه وانذار اول في هذه المباراه لمحمد امين بن عمر. طبعا قبل ضربه البدايه المباراه وفي اطار تواصل احتفالات النجم الذي الساحلي بالتسعينيه، الى جانب احراز لقب كاس تونس في الايام القليله الماضيه. بالمناسبه وقبل ضربه البدايه قلت لمباراه النجم والترجي، وقع تكريم قاده النجم الذي الساحلي الذين تحصلوا على كاس تونس. كاس تونس كانت العاشره للنجم منذ ايام امام الملعب الكبسي في مباراه كانت مثيره ومشوقه، وابدات بانتصار النجم وتتويجه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حضور أسماء ساهمت في صنع مجد النجم الذي الساحلي، وقع تكريمه قادة النجم على غرار المرحوم الحبيب موجو لتحصل على كأس تونس سنة 59، تكريمه من خلال حضور ابنه الصحبي موجو. رضا رويتبي قادة النجم واحراز كاس 1963، محسن حباشه في 74، عثمان شنيح 75، سمير بكا 81، رضا بالخيريه 83، زبير بيا 96، وايمن البلبولي لتحصل على لقب الكاس في ثلاث مناسبات متتاليه 2013 2014 و2015. طبعا التكريم كان من قبل هيئه النجم برئاسة رضا شرف الدين الرئيس الحالي، إلى جانب حمد القروي رئيس السابق للنجم بين 61 و81، وهو أكثر رئيس تحصل على لقب الكأس مع النجم، إلى جانب حضور عبد المجيد الشتالي تحصل على الكأس أو كأسين كلاعب وكأسين كمدرب. ضد محمد علي اليعقوبي، هذه الإعادة الاعتراض من محمد علي اليعقوبي ليوسف المويبي. تجاوزنا 11 دقيقة منذ انطلاق الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، دائما التعادل دون أهداف. هذا الجزائري مادي عبيد شرف دولي منذ 2011 يدير المباراة الخامسة لأندية تونسية في مسابقة قارية. كرة ثابتة لمصلحة النجم، التنفيذ من حمزة الأحمر، ترجع كرة من هيثم الشويني، إبعاد من سامح الدربالي، والانطلاق خيلان الشعلاري، أدى الكرة فخر الدين بن يوسف، يمشي بن يوسف، يمشي بن يوسف وقبله، قبله بالتغطية، يرجع محمد أمين بن عمر، يرجع في توقيت سليم جدا متوسط ميدان النجم محمد امين بن عمر. مرمنتش في اتجاه بغداد مرجح، والحكم يعلن عن ضربه مخالفه لمحمد امين النفسي ضد بغداد مرجح، او تدخل مع علي المشاني. ضربه مخالفه ضد بغداد، يواصل المشوار مع النجم رغم انه على ذمه السد القطري، يلعب في شكل إعارة في فريق النجم الذي الساحلي. النجم اللي اكتفى بانتداب كل من حارس زياد الشبالي، المهاجم أمين العمراني من مستقبل المرسى، إلى جانب استعادة أحمد العكيشي بعد مغادرة الترشي، ولو أنه موضوع العكيشي للمتابعة بما أنه لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم
عقبة وإبعاد أحمد العكيشي عن أي نشاط لمدة 4 أشهر، بعد طبعا الشكوى اللي تقدم بها فريق الترشي، أكد من خلاله أن أحمد العكيشي مازال يعني مرتبط بعقد مع الترشي قبل أن يمضي مع النجم الرياضي الساحلي. النجم يدخل ويستعد للموسم الجديد على مستوى الدوري التونسي. انطلق اليوم موسم 2015-2016 في تونس بمعنويات مرتفعة، أحرز لقب الكأس للمرة الثانية على التوالي بالإضافة للتأهل للمربع الذهبي من مسابقة كأس الكاف، إلى جانب طبعا الثقة من خلال دعوة 8 لاعبين للمنتخب في القائمة الأخيرة للمدرب أونري كاسبرشاك. ضربة مخالفة للنجم قبالة مرمى الحارس معز بن شريفية، بعيدة نسبيا أمام الكرة حمزة الأحمر. حمزة الأحمر ويوسف المويبي. حمزة الأحمر التسديد، وبن شريفية يحولها إلى ضربة ركنية قوية كانت من حمزة الأحمر. قوية تسديدة حمزة الأحمر، وبن شريفية يحولها إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية للنجم، التنفيذ من حمزة الأحمر أو من مروان تاج في كورة ستعود كورة ضربة مرمى. ضربة مرمى للترشي، إعادة الكورة من معز بن شريفية. الترشي طبعا يحاول انه يستعيد توازنه بعد موسم للنسيان ان صحت العباره على مستوى النتائج، خاصه من خلال الاستقرار على مستوى الاداره الفني. الترشي في السنوات او السنتين الاخيرتين تحديدا يعني بين 2013 و2015 9 مدربين بعد مغادرة المدرب نبيل معلول في فيفري 2013، ماهر الكنزاري ثم سيباستيان دو سابر، الهولندي رود كرول، خالد بن يحيى، شوسي مورايش، نتابع في الكورة ويسدد هيثم الشويني بعيدة جدا عن مرمى زياد الشبالي. آخر المغادرين كان المدرب الفرنسي جوسي أنيغو في فترة ما دامتش لأكثر من شهرين بين جوان أوت، وأخيرا المدرب عمار السويع بداية أوت الماضي. نرجع كورة حمدي النقاس بين الأسماء الصاعدة في النجم وفي كرة القدم التونسية، ظهير ممتاز جدا حمدي النقاس، بغداد بونشاح ومحمد علي اليعقوبي. حط الكرة، ضربة ركنية للنجم الرياضي الساحلي، ركنية للنجم، التنفيذ من حمزة الأحمر. حمزة الأحمر والتسديد، عمار الشمل عن خط النهائي للمرمى، سامح الدربالي ينقذ الترشي من الهدف الأول. رأسية قوية من عمار الشمل كاد يعيد سيناريو مباراة الذهاب. ركنية موالية، حمزة الأحمر يختار القائمة الثانية بعيد هذه المرة، لكن ما سالت مروان تاش العرضية والإبعاد من علي المشاري، وتسديدة بعيدة من موسيس أوركوما. عيدة تسديدة النيجيري موسيس أوركوما، هذه الإعادة لراسية عمار كانت في طريقها للشباك، وإبعاد براسية من سامح الدربل. فرصة
فرصة كبيرة ضاعت على النجم الذي الساحلي في 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. ضربة مرمى مرفوعة من معز بن شريفي، ما ياخوهاش هيثم الشويني. الحكم يحتسب مخالفة ضد إدريس للحيس، يمشي للتنفيذ غازي عبد الرزاق نجم تعاقدا في الساعات القليلة الماضية مع هداف الدوري الإيفواري يوسف بايو، 18 عام فقط، لاعب فريق ستاد أبيدجان. هذا اللاعب يوسف بايو موجود في ملعب سوس الأولمبي بصدد متابعة هذه المباراة. كرة انتدابات النجم كانت مدروسة، رصيد بشري ثري على ذمة المدرب فوزي البنزرتي. هذه كرة حسين الراقد، فخر الدين بن يوسف على التمرير، وعمار شمل مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة في التمس، إعادة لتوزيعة حسين الراقد، الترويض نجح بن يوسف في تجاوز عبدي النقاس، لكن عمار كان في التغطية. تنفيذ التماس من محمد أمين النفسي، لاعب سابق لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف. ابعت كرة من حمزة الأحمر، تبقى للترشي محمد أمين النفسي. محمد أمين النفسي لحسين الراقد، يلعب مع معز عبود. معز عبود الراقد لليمين لسامح الدربالي، الدربالي مع دريس المحيرسي. دريس المحيرسي يبعد على محمد أمين بن عمر، وضربة مخالفة للترشي. ضربة مخالفة للترشي، دريس المحيرسي هو من سيتولى التنفيذ أمامه موسيس أوركوما. يصعد محمد علي اليعقوبي، دريس المحيرسي يرفع كرة ترجع بالراس من عمار الشمل. حمزة الأحمر، حمزة الأحمر إمكانية انطلاق هجوم للنجم الساحلي. مروان داش تضرب كرة في دريس المحيرسي، والتمس للنجم، تنفيذ بسرعة، غازي عبد الرزاق لمويبي، مروان داش، غازي عبد الرزاق ليوسف لمويبي، ممتاز المراوغة من مويبي، يفتك كرة دريس المحيرسي والحكم يخلي يلعب. ترجع التغطية موجودة من علي المشاري المعز بن شريفي. بن شريفي سامح الدربالي يرتبك ياخو كورة مروان داش، والتمرير داش بعيدة على بغداد منشا. محمد أمين النفسي، فخر الدين بن يوسف، بن يوسف لمعز عبود. معز عبود لسامح الدربالي، لمسة يد، ترويض باليد من سامح الدربالي. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي، موسيس أوركوما، عمر شمل لمحمد أمين بن عمر. موسيس أوركوما يرجع إلى الحارس سيد الشبالي، حارس شاب 25 عام من مواليد جوان 90، قلت منتدب من فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. ترجع كرة من محمد علي اليعقوبي قبل بغداد، معز عبود، محمد أمين النفسي، الفخر الدين بن يوسف، أتاخت من موسيس، تمش مخالفة، يمشي حمدي النقاس. حمدي النقاس سريع في الرواق، النقاس العرضية، ومعز بن شريفي. قلت لاعب واحد حمدي النقاس، مردود وأداء واستقرار في العطاء، خلى مدرب المنتخب التونسي أونري كاسبرتشاك يوجه الدعوة. حمدي النقاس كان حاضر في رحلة ماروفيا في المباراة الأخيرة للمنتخب التونسي ضد منتخب ليبيريا،
رغم الهزيمة 1-0. قلت 8 لاعبين من نجم النادي الساحلي في قائمة المنتخب. تمشي كورة علي المشاني لمحمد أمين النفسي، ترجع المعز بن شريفي. علي المشاني، حسين الراجل، بلا كرة من محمد علي اليعقوبي، استلام ممتاز على استلام من محمد أمين النفسي، يرجع زياد أبو غطاس. محمد أمين النفسي استلام كرة في رواق، كان أسرع من حمدي النجاز، بحث عن العرضية لهيثم الشويري، لكن أبو غطاس يرجع يبعد الكرة إلى ضربة ركنية. ركنية للترجي، والتنفيذ من إدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي في القائم الأول، جول جول هيثم الشويني، أسبق من الجميع، سدد بالرأس في زاوية بعيد على الحارس زياد شبالي، والهدف الأول للترجي في دقيقة 25. هيثم الشويني يفتتح التسجيل للترجي، كان أسبق من غازي عبد الرزاق في القائمة الثانية. هيثم الشويني يفتتح التسجيل ويعطي أسبقية 1-0 للترجي. رد فعل وغضب من المدرب فوزي المنزرتي، ربما هي لوم على غياب الرقابة. 1-0 للترجي، وصاحب الهدف هو هيثم الشويني. لن تتغير النتيجة في سوسة الأولمبي، الترجي يتقدم بهدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هيثم الشويني في دقيقة 25. أكيد هدف سيعطينا يعني انطلاقة جديدة للمباراة. تمشي كورة حمزة الأحمر، يدخل خيلان الشعلالي. قلت منذ البداية أنه ننتظر مستوى ومردود يعني أفضل للترجي، يلعب هذه المباراة دون ضغوطات. كورة من محمد أمين بن عمر، حمدي النجاز يدخل مع محمد أمين النفسي، نجاز لمحمد أمين بن عمر، موسيس أوركوما، وضربة المخالفة ثابت إدريس المحيرسي مع إنذار أم لا يكتفي بإعلان مخالفة. الحكم الجزائري يكتفي بالإعلان عن ضربة مخالفة. مادي عبيد شرف للنيجيري موسيس أوركوما. فوزي البنزرتي 65 عام لمدرب النجم، درب الترجي كذلك، مع الترجي عرف عديد النجاحات، 4 مرات بطل تونس، احرز دوري ابطال افريقيا 94، السوبر الافريقي في نفس العام، ودوري ابطال العرب 2009، نفس النجاحات مع النجم تقريبا، بطل تونس في مناسبتين، كاس الكونفدراليه، كاس تونس. يواصل التجربه مع النجم للموسم الثاني على التوالي منذ اوت 2014. من ماء عمار السويح المدرب الجديد للترجي، من مواليد جوان 57، بروز هذا المدرب على الساحه كان موسم 99 2000، يعني انطلاقته الحقيقيه، رغم انه يعني يدرب في الاقسام السفلى. نتابع هذه الكوره، يصدر حمزه الاحمر وبن شريفيه في الركنيه للمره الثانيه، تاتي الخطوره من اقدام حمزه الاحمر، وللمره الثانيه متقدم بن شريفيه، حول كوره الاحمر الى ضربه ركنيه. حمزه الاحمر يرفع كوره، تسديد عمار الشمل، عيدها ضربه مرمى،
عمار وليس نجاز هو من سدد الرأسية الأخيرة. كنت بسدد الحديث عن عمار آخر هو عمار سويح مدرب الترشي. قلت البروز كان موسم 99-2000 وخاصة 2001 عندما توج بكأس تونس مع نادي حمام الأم على حساب النجم الساحلي، ولو أنه اسم عمار سويح ارتبط كما ذكرت سابقا بالأساس مع أندية الأقسام السفلى، كان ناجح في الصعود مع الأندية اللي دربها بعد التتويج بكأس تونس 2001. كانت الانطلاقة الحقيقية لسويح، أصبح مدرب للنجم من 2001 إلى 2004، ثم تجربة خليجية في المملكة العربية السعودية بين 2004-2009، عاد بعدها لالتحق بالإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم ضمن الطاقم الفني للمنتخبات. سجل كأس تونس مع حمام الأم 2001 وكأس إفريقيا للأندية المحرزة على الكؤوس مع النجم 2003. عمار سويح معروف بالصرامة وفرط الانضباط، وهذا هو المطلوب في الترشي، هذا هو عمار سويح. درب كذلك المنتخب التونسي الأول خلال مونديال كوريا اليابان 2002، ولأنه تجربة المنتخب لم تكن إيجابية بالنسبة لسويح لظروف يطول شرحها. 7 مقابلات لسويح مع المنتخب، 3 تعادلات و4 هزائم. طبعا التعاقد بالنسبة للترشي مع عمار سويح، ربما هيئة الترشي ترى أن هذا المدرب هو رجل المرحلة، بينما هذا انذار لهيثم شويني، هو الانذار الثاني في المباراة بعد انذار لمحمد أمين بن عمر متوسط ميدان النجم. قلت ربما هيئة الترشي رأت أنه عمار سويح هو رجل المرحلة. قلت الترشي بسدد يعني تكوين فريق شاب بعد مغادرة يعني شل اللاعبين، هو حتى رئيس الترشي حمدي المدب في تصريح لصحيفة الشروق التونسية، ولو أنه المعروف عن حمدي المدب أنه قليل التصريحات لوسائل الإعلام، منذ أيام قلت لصحيفة الشروق التونسية تعرض لمسيرة النادي في الفترة الأخيرة، تحدث عن كيفية انتداب والتعاقد مع عمار سويح، قال أنه تم بعد استشارة أكثر من 12 مسؤول وفني، وأكد أنه الترشي بسدد تجهيز فريق شاب للعودة للواجهة في أقرب الأشياء. متأمل يعني في الأسماء الموجودة في تشكيلة الترشي في هذه المباراة، غيلان الشعلاني أمامنا على الصورة 21 عام ابن النادي، معز عبود لاعب وسط الميدان رقم 22 19 عام، علي المشاني المنتدب من النادي المنزرتي 22 عام، وهذا تأخير يقوم به المدرب فوزي المنزرتي، يدخل 18 اكوستا مكان النيجيري موسيس اوكروما، يدخل البرازيلي اكوستا مكان موسيس اوكروما في توقيت 32 دقيقة لعب. فارياس ديوغو دا سيلفا اكوستا، مكانه في تشكيلة النجم الذي الساحلي يصبح يلعب بمهاشمين المدرب فوزي البنزرتي بعد هدف هيثم شويني، هدف افتتاح التسجيل في هذه المباراة مطلع دقيقة 25. حمزة الأحمر لمروان تاج،
مروان تاج مع خاصي عبد الرزاق، تمشي كوره بغداد قبل محمد علي اليعقوبي، غيلان الشعلالي يستعيدها النجم خاصي عبد الرزاق، يلعب واحد اثنين مع اكوستا وحسين الراقد، حط كوره خارج الملعب خاصي عبد الرزاق لمحمد امين بن عمر، محمد امين بن عمر لسياد بوغطاس، بوغطاس على التمرير لاكوستا وقبله محمد علي يعقوبي، هيثم الشويني قبل النقاس، هيثم الشويني يرجع الاحتفاظ بالكره في مره اولى ويرتكب المخالفه مع سياد بوغطاس. فوزي البنزرتي طبعا معروف برده الفعل، هذه كره غازي عبد الرزاق، التوزيع ترجع من محمد علي اليعقوبي، لاعب الترجي على ارضيه الملعب، دريس المحيرسي، دريس المحيرسي يبقى على ارضيه الملعب، يطلب حكم المباراه تدخل الاطار الطبي او ربما اخراج دريس المحيرسي لتلقي الاسعافات. هذه طبعا اصابه اخرى لعلي المشاني، نتمنى ان تدور المباراه في كنف الروح الرياضيه، قلت مباراه يعني ما فيهاش رهان، النجم متاكد من التاهل الى الدور نصف النهائي مهما كانت نتيجه مباراه الليله، ولو انه قلت مباريات النجم والترجي دائما تشهد الاثاره والتشويق حتى ولو كانت مباراه وديه، نعم حتى ولو كانت ودية التشويق والإثارة والتنافس دائما حاضر في مباريات النجم والترجي. من أبرز وأعرق وأكبر الأندية في تونس، نجم بطل تونس 9 مرات، كأس تونس 10 مرات على المستوى القاري، دوري أبطال أفريقيا 2007، لعب النهائي في مناسبتين، كأس الاتحاد الأفريقي في مناسبتين، كأس الكاف 2006، كأس الأندية المحرز على الكؤوس في مناسبتين، والسوبر الأفريقي في مناسبتين. الترجي كذلك سجل كبير لشيخ الأندية التونسية، 26 مرة بطل الدوري التونسي، 14 مرة كأس تونس على المستوى القاري، دوري الأبطال مناسبتين 94 و2011، السوبر الافريقي، كاس الاتحاد الافريقي، كاس الاندية المحرز على الكؤوس، والكاس الافرو الاسيوي. سجل حافل بالنسبة للناديين مع مشاركة لكل من النجم والترجي في كاس العالم للاندية. قلت نتمنى ان تدور هذه المباراة في كنف الروح الرياضية، خاصة وأنه الموسم في بداياته، قلت موسم الدوري التونسي انطلق اليوم، ولو أنه يعني تأجيل مباراتي الترجي ضد مستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب عبد العزيز الشتيوي إلى يوم الأربعاء 16 سبتمبر، نفس التاريخ النجم يتحول لملاقاة نجم المتلوي. ليست على احسن ما يرام بالنسبه للمدرب فوزي البنزرتي، اكيد هدف هيثم الشويني في دقيقه 25 ما يرضيش المدرب فوزي البنزرتي، خاصه وانه جاء على او بعد خطا على مستوى التغطيه والمراقبه، هدف كان بالامكان تفاديه. ترجع كورة سياد بوغطاس، بوغطاس الحمزة الأحمر، عمار جمل لمحمد أمين بن عمرو،
بعيدة كورته، بعيدة كورة محمد أمين بن عمر، مباشرة يا رامي التبس بكل هدوء. عمار صويح يعود بعد 10 سنوات إلى ملعب سوسة الأولمبي، أول مباراة لعمار صويح على المستوى القاري ضد فريق تونسي. قلت سبق له عمار وأن توج بلقب كأس إفريقيا للأندية المحرزة على الكؤوس مع النجم الرياضي الساحلي سنة 2003، ولو أنه يعني مباراة أكيد مباراة النهائي تبقى في الذاكرة. خروج عمار صويح من النجم يعني لم يكن بطريقة مثالية، بما أنه بعد التتويج عمار صويح لم يشارك الفريق فرحة التتويج بالكأس الإفريقية، وغادر ملعب سوسة، وغادر سوسة في اتجاه العاصمة، يرجع لهذا الملعب بعد 10 سنوات هذه المرة كمدرب للترجي. سامح الدربين يفتك كرة من عمار شمل، عمار شمل في حوار مع ادريس المحيرسي، تدخل غازي عبد الرزاق مع هيثم الشويني، هيثم الشويني في رصيد وإنذار. 5 دقائق مشاهدينا الكرام قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، ترشي يتقدم بهدف مقابل 0، سحب الهدف هيثم الشويني. مطلع دقيقة 25، مخالفة ضد هيثم الشويني لمصلحة زياد بوغطاس. ترجع كورة حمدي النجاز، قبله محمد أمين النفسي. تعددت الإصابات بين الجانبين في هذه المباراة، اصطدام بين محمد أمين النفسي وحمدي النجاز. أمامنا محمد أمين النفسي 23 عام من مواليد 98، ينتمي للمنتخب التونسي الأولمبي. قلت لاعب قادم من النادي الرياضي لحمام الأنف، تشبيه بالفريق هذه كلمة المرور في الترشي في هذه المرحلة. الترجي قام بانتداب الياس الشلاصي اللي يغيب على هذه المباراة، لاعب وسط الملعب التونسي بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب الأولمبي في مباراة دولية ودية ضد جنوب أفريقيا منذ أيام. انتدب كذلك سعد الكير، صنع ألعاب الملعب الكبسي آدم رشابي وعلي المشاني إلى جانب النيجيري كينغسلي سوكاري، لاعب إنيمبا النيجيري، المدافع إيتشاكا ديارا لاعب المنتخب الماني لأقل من 20 عام، وأخيرا مواطنو عبد الله سيسوكو مهاجم الملعب الماني. كورة بترجع رمي التماس للترشي ترمالي، وهناك راية يبدو للمساعد يشير إلى إعادة التنفيذ من جانب النجم. تنفيذ لم يكن موفق للتماس من سامح الدربال. التنفيذ هذه المرة من غازي عبد الرزاق. محمد أمين بن عمر ترجع بالراس من معز عبود. ياخو كورة، ياخو كورة محمد أمين النفسي، وضربة المخالفة ضد حمدي النكاس. عديدة هي المخالفات
في هذا الشوط الأول. شد عصبي كبير على حافة الملعب. كرة مباراة يعني دون رهان، رغم انه كما اكدت منذ البداية مباراة النجم والترجي دائما ما تشهد التشويق والإثارة. النجم من اجل تأكيد تعالوا وجدارته بتصدر هذه المجموعة الأولى، والترجي في هذه المباراة نجل تقديم مردود يليق قلت بسمعة الفريق، وتأكيد أنه يعني نتائج الموسم الماضي هي طبعا عثرة عابرة. هذه كرة لفخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف أمامه زياد بوغطاس، بن يوسف يتدخل معاه حمدي النجاز، ياخذ كرة أكوستا لمحمد أمين بن عمر، يوسف المويبي، يوسف المويبي يبعث لحسين الراقد، انطلاقة من يوسف المويبي أمامه محمد علي اليعقوبي، وافتك كرة من حسين الراقد ترجع للترشي لإدريس المحيرسي. المحيرسي حط كورة مع الراقد، حسين الراقد يرفع كورة طويلة لهيثم الشويني، ترجع بالراس من عمار جمل، محمد أمين بن عمور قبله معز عبود، ترجع من عبود الفخر الدين بن يوسف، حمدي النجاز، حمدي النجاز، حمدي النجاز أمامه محمد أمين النفسي، والكورة ضاعت إلى رمي التماس للترشي. نلعب الوقت البديل في هذا الشوط الأول، والترجي يتقدم بهدف مقابل صفر، هدف هيثم الشويني في دقيقة 25. محمد أمين النفسي ترجع كرة بالرأس من محمد أمين بن عمر، استلام الكرة هيثم الشويني يبعث للنجاز، هيثم الشويني، هيثم الشويني، والتغطية من زياد بوغطاس، بوغطاس إلى حمزة الأحمر، حمزة الأحمر ملقاش الحلول. النجم الذي الساحلي في هذا الشوط الأول في ظل انتشار محكم للترشي، تكتيكيا الترشي يقدم 45 دقيقة ممتازة، نجح في خلق كل المنافذ المؤدية لمرمى معز بن شريفية مع خطورة على غرار هذه الكرة من ادريس المحيرسي، يرجع عمار الشمل ويحولها الى ثربه ركنه. قد تكون الكره الاخيره قبل نهايه الشوط الاول. يمشي للتنفيذ ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي يرفع كوره المحيرسي، ترجع بالراس يوسف المويبي، محمد علي اليعقوبي وصافرة بإعلان مخالفة، إعلان مخالفة ضد غيلان الشعلان. عمار شمل، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق لمحمد أمين بن عمر، يتركها لمويبي، ضاعت كورة رمي التماس. نلعب دقيقة ثالثة مشاهدينا الكرام في الوقت المحتسب بدل ضائع من الشوط الاول. الترجي يتقدم دائما بهدف مقابل صفر. الدربالي يتدخل عمار، والمخالفه لهيثم الشويني. حاول يتحرك هيثم الشويني، حاول يشكل ثقل على دفاع
النجم وفي هذه الآونة الحكم الجزائري مشاهدينا الكرام مادي عبيد شارف يطلق صافرة الإعلان عن نهاية الشوط الأول من وراء ملعب سوسة الأولمبي بأسبقية الترشي على النجم 1-0. هدف يحمل توقيع هيثم الشويني في دقيقة 25. نلتقي بإذن الله مع انطلاق الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورتس أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعود مجددا إلى ملعب سوسة الأولمبي لحظات قبل ضربة البداية للشوط الثاني من مباراة الجولة الختامية دوري المجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية المجموعة الأولى كلاسيكو تونسي قلت بنكهة إفريقية. و45 دقيقة أولى انتهت بأسبقية للترشي على حساب النجم 1-0. صعب الهدف هو هيثم الشويني في دقيقة 25 في انتظار ضربة البداية. التركيز على المدرب عمار سويع قلت أول مصافحة في مباراة رسمية مع الترشي يعرف جيدا خبايا وخفايا وكواليس الفريق المنافس النجم الرياضي الساحلي. تكتيكيا قلت قدم 45 دقيقة مثالية الترشي انتشار محكم نجاح في خلق كل المنافذ المؤدية لمرمى معز بن شريفية هو حتى يعني الفورستين اللي كانت للنجم كانت من خلال كرات ثابتة وتسديدتين لحمزه الاحمر حولهم معز بن شريفيه في المناسبتين الى ركنيه. فوسي البنزرتي اكيد عطر الاوتار في فتره الراحه بين الشوطين شاهدناه غاضب اثناء الشوط الاول. اداء النجم لم يكن مقنع في ال 45 دقيقه الاولى واجه الكثير من الصعوبات خاصه في عمليه البناء الهجومي وإيصال الكرة لبغداد منجاح. فوزي البنزرتي قام بتعويض في الشوط الأول أقحم المهاجم البرازيلي أكوستا مكان متوسط الميدان النيجيري موسيس أوركوما. نذكر بالتشكيلتين قبل بداية هذه الفترة الثانية. تشكيلة النجم في المرمى زياد الشمالي 3 غازي عبد الرزاق 21 نقاز 5 عمار جمل 15 سيد بوغطاس وسط الملعب 7 حمزه الاحمر 17 مروان تاج 29 محمد امين بن عمر 30 يوسف المويبي وثنائي الهجوم 18 اكوستا و9 بغداد. خيارات المدرب عمار سويح يبدو لي ليست هناك تغييرات في تشكيله الترشي. هذا الحكم الجزائري مادي عبيد شرب يعدل ساعته ليعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني وضربة البداية للترشي. تشكيلة الترشي في المرمى معز بن شريفية 2 علي المشاني 17 سامح الدربالي 30 محمد علي اليعقوبي و28 محمد أمين النفسي. هذا رباعي الدفاع للترشي. وسط الملعب 22 معز عبود 4 حسين الراقد 25 خيلان الشعلاني 8 ادريس المحيرسي وامامهم كل من هيثم الشويني 14 و 29 فخر الدين بن يوسف. ضربة مخالفة ضد محمد علي اليعقوبي في تدخل مع بغداد منجاح. ضربة مخالفة إعادة لتدخل اليعقوبي مع بغداد منجاح. كرة ثابتة جانبية لمرمى معز بن شريفية. دقيقة الأولى منذ بداية الشوط الثاني. التنفيذ من حمزة الأحمر مرفوعة حمزة الأحمر وهيثم الشويني
يتدخل بعد الكرة إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية. عناصر الاحتياطية للنجم تستعد ربما في انتظار تخييرات أخرى مع تقدم التوقيت في هذه المباراة. تنفيذ الركنية. حمزة الأحمر بالرأس. المطالبة من بغداد منجاح ربما بلمسة يد في انتظار الإعادة قبل أبعادها من غيلان الشعلان. ترجع كرة غازي عبد الرزاق إلى حمدي نجاز. دور العرس زياد الشبالي. تفيلة كرة. تفيلة كرة زياد مغطاس خطيرة أكوستا. أكوستا ولمسة يد. لمسة يد من أكوستا. لمسة يد من أكوستا. فارياس ديوغو دا سيلفا أكوستا. يخدم مكان موسيس أوركوما في أواخر الشوط الأول. ترجع كرة حسين الرادي. حمدي النقاز بالرأس. يستفيد فخر الدين بن يوسف من رمي التمس. فخر الدين بن يوسف يترك التنفيذ لمحمد أمين النفسي. محمد أمين النفسي. ترجع كرة من محمد أمين بن عمر. نجاز. محمد أمين النفسي قبله يوسف المويبي. مسات الكرة في الملعب. المتابعة من علي المشاني. علي المشاني في الكرة لغيلان الشعلاني وضربة مخالفة ضد غيلان الشعلاني. يستفيد منها حمدي النجاز. تنفيذ من زياد بوغطاس لمروان تاج. وترجع من سامح الدربالي مباشرة إلى معز بن شريفي. النجم يعود للمربع الذهبي لمسابقة قارية بعد 7 سنوات بعد نهائي 2008 أمام النادي الرياضي الصفاقسي. النجم للمرة 12 في نصف نهائي مسابقة قارية. بينما الترجي للعام الثاني على التوالي. هذه كورة والتدخل والابعاد من محمد علي اليعقوبي. كانت عرضية خطيرة لبغداد تقطع من محمد علي اليعقوبي. يوسف المويبي. افتكاك غيلان الشعلاني. تخرج كورة من معز عبود. مسالك يستعيد بغداد الحمدي النجاز. العرضية من حمدي النجاز بن شريفية والمخالفة ضد أكوستا. ضربة مخالفة ضد أكوستا. إصابة لمعز بن شريفية كذلك في محاولة لربح الوقت لامتصاص ضغط النجم الذي الساحلي مع بداية هذا الشوط الثاني. قلت النجم للمرة 12 في نصف نهائي مسابقة قارية. بينما الترجي للعام الثاني على التوالي لا يتجاوز ربع النهائي في مسابقة إفريقية. نجم الموسم القادم سيكون في مسابقة رابطة الأبطال إلى جانب النادي الإفريقي بعد أن أنهى الدوري الموسم الماضي في المرتبة الثانية. يرجع معز بن شريفية. جماهير النجم تدفع بفريقها من أجل العودة في النتيجة في هذه المباراة. بينما المباراة الثانية في هذه المجموعة الأولى للدور في مدينة سويسرا المصرية التعادل في نهاية الفترة الأولى. تعادل سلبي بين الأهلي والملعب المالي في ظل النتائج الحاصلة لحد الآن في مصر وفي سوسة. الأهلي يبقى في صدارة هذه المجموعة. بينما المجموعة الثانية
أمور بطاقتي الداع كذلك حسمت لكل من الزمالك المصري وأورلاندو بايراتس جنوب أفريقي مقابل خروج كل من ليوبار. نتابع هذه الكرة أكوستا الطبيب وكاد محمد علي اليعقوبي أنه يخالط حارسه بن شريفية. عرضية كانت من أكوستا واليعقوبي يبعدها إلى ضربة ركلي. يدخل النجم منذ بداية هذا الشوط الثاني. يدخل النجم كرة البختات بورشاح. اعتراض من يعقوبي تمشي مغطس تقطع من سامح الدربالي. فخر الدين بن يوسف الهيثم الشويني والحكم يحتسب مخالفة لمصلحة حمصلة مع بطاقة لفخر الدين بن يوسف. ترتفع الحصيلة إلى ثلاثة بطاقات إلى حد الآن من للترشي لكل من شويني وبن يوسف. وانذار من جانب النجم لمحمد أمين بن عمر. انتظار تنفيذ المخالفة كرة ثابتة. جماهير النجم حاضرة بأعداد خفيرة في الدفع بفريقها في هذه المباراة. التنفيذ كالعادة كل الكرات الثابتة. حمزة الأحمر سدد في مناسبتين في الشوط الأول. صوب مرمى معز بن شريفية. انتظار طبعا إشارة التنفيذ من أمام الحكم. تنبيه على كل من أكوستا وهيثم الشويني. حمزة الأحمر يرفع كورة يسدد مرة أخرى. حمزة الأحمر يهدد مرمى بن شريفية بطريقة مباشرة بداخل الرجل اليمنى. الدقة والقوة من حمزة الأحمر. وبن شريفية مرة أخرى في المتابعة يحولها إلى ضربة ركنية. حمزة الأحمر ترشح كرة ثانية. التسديد تسديدة بعيدة من محمد أمين بن عمر. محمد أمين بن عمر تسديدته بعيدة على المرمى بن شريفية. إعادة لتصويبة حمزة الأحمر للمرة الثالثة. يهدد مرمى بن شريفية من خلال كرة ثابتة رغم أنها كانت بعيدة نسبيا لكن امتازت بالدقة والقوة من الشاب حمزة الأحمر. لاعب يعني تكون صلب النجم الذي الساحلي. انطلاقة من دريس البحيرسي حتى كورة حسين الراقد. أسرع منه زياد مغطس. محمد أمين بن عمر خاصي عبد الرزاق بوغتاس مروان تاج يلعب قصيرة. حمزة الأحمر ينطلق الوشوم للنجم يوسف المهيبي إلى حمدي النكاس. حمدي النكاس يرجع في المتابعة معز عبود التوسيع والكورة سهلة. توسيعة أكوستا سهلة في دين بن شريفي. كنت بصدد الحديث عن المجموعة الثانية. قلت كذلك حسمت البطاقتين من خلال تأهل الزمالك وأورلاندو بيراتس مقابل خروج كل من ليوبار الكونغولي والنادي الرياضي الصفاقسي على خلال المجموعة الأولى. مباراة الغد بين الزمالك وأورلاندو في مواجهة مباشرة من أجل تحديد صاحب المركز الأول. له منافس عدد النقاط 12 نقطة مع التساوي في فرق الأهداف إيجابي 5 لكل منهما. مواجهة الغد في بيتروسبور ستاديوم في القاهرة ستحدد صاحب المرتبة الأولى. من أمام نادي الرياضي الصفاقسي الممثل الثالث لكرة القدم التونسية بمسابقة الكاف. نتابع هذه الكرة باختيت والدربالي ضربة مرمى. يفقد توازنه باختيت بونشاح. ضربة مرمى للترجي. قلت النادي الرياضي الصفاقسي يلعب خطوة
في الكونغو من خلال ملاقاة ليوبار في مشاركة مخيبة للأمال، يكتفي بنقطة واحدة من خمس مباريات. هيثم الشويلي يرجع مروان تاج، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، حمزة الأحمر، محمد أمين بن عمر، محمد أمين بن عمر، المتابعة من غيلان الشعلاني، بن عمر لأكوستا، ترجع كورة من محمد أمين النفسي، بغداد حط الكورة للنجاز، حمدي النجاز التوزيع، كورة بعيدة، بعيدة كورة في القائمة الثانية على مرمى انتاج، ضربة مرمى للترجي. أدركنا دقيقة 57 مشاهدينا الكرام في مباراة سوس الأولمبي، مسألة الأسبقية للترجي بهدف مقابل صفر، هدف هيثم الشويلي في دقيقة 25. ترجع كورة من عمار الشوال، معز عبود، خيلان الشعلاني، خيلان الشعلاني يربح مخالفة، حمزة الأحمر، ضربة مخالفة للترجي تحديدا لخيلان الشعلاني 21 عام كذلك ابن النادي من جانب الترجي. الترجي ليعقد جلسته العامة في 19 من سبتمبر الجاري، يبدو أنه قائمة واحدة هي قائمة الرئيس الحالي عبد المتب لمواصلة المشوار. كرة تمشي لإدريس المحيرسي، المتابعة من مروان تاج، والمساعد يشير إلى ضربة مرمى. زياد الشبال، طبعا الترجي مطالب بالعودة إلى مستوى العادة ونتائج العادة ومشاركات العادة في أقرب وقت. قدر الترجي هو لعب الأدوار الأولى، جمهور الترجي ما يصبرش أكثر من موسم دون ألقاب، نفس الشيء ينطبق على بقية الأندية في تونس على خرار النجم الإفريقي والنادي الصفاقسي. أربعة أندية يعني تمثل الكرة التونسية في المسابقات القارية، وروح رياضية عالية من محمد أمين النفسي في عرقلة لمحمد أمين بن عمر، تحصل على إنذار، لكن هذا ما منعش لاعب الترجي النفسي من الاعتذار لمحمد أمين بن عمر. تغيير ثاني في تشكيلة النجم بعد أكوستا، من سيكون اللاعب الثاني؟ مهدي سعدة، مهدي سعادة رقم 11 ياخو مكان مروان تاج بعد ما كان أكوستا قول تعوض. موسيس أوركوما، ترجع كورة الحمزة لحم، انطلاقة من مهدي سعادة، خرج كورة دريس المحيرسي، هيثم الشويلي قبله عمار شوال، ترجع من معز عبود، عبود انطلاقة من فخر الدين بن يوسف في التغطية والمتابعة سيد بوغطاس، فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، بن يوسف يخول كورة يوسف المويبي، وضربة مخالفة للنشر، مازال فخر الدين بن يوسف ما استعادش كامل امكانياته، كان تألق بشكل لافت مع النادي الرياضي الصفاقسي قبل تجربه قصيره في الاحتراف مع فريق ميتس، ليعود من خلالها الى تونس من بوابه الترجي. هذا النكاس يتدخل مع محمد امين النفسي،
في كرة تتحول إلى ضربة ركنية. ضربة ركنية للنجم الرياضي الساحلي. تنفيذ ترجع من جديد. مرفوعة كورة من مهدي سعادة بالراس باختار يوسف المويبي. وجانبية كورة المويبي للقائم الأيمن لمرمى بن شريفية. إعادة للكورة الأخيرة مهد باختار والمويبي بمقصية كاد يعدل النتيجة للنجم في دقيقة 62 من المباراة. يوسف المويبي ترجع كورة لمعز بن شريفية. معز بن شريفية محمد أمين النفسي معز عبود لمويبي مع حسين الراقد. ابعاد كورة من حمدي النكاس الدماس للترشي والتنفيذ من محمد أمين النفسي. طبعا الترشي اكتفى بانتصار وحيد في دوري المجموعات الى حد الان. انتصار كان على حساب الملعب المالي في الجولة الرابعة في باماكو. يكتفي بثلاثة نقاط. سجل ثلاثة الى حد الان باعتبار هدف هيثم الشويني. وقبل سبعة اهداف. دورة مشاركة للنسيان بالنسبة للترشي في هذه المسابقة. رامي التماس ديربالي ترجع كورة من خاصي عبد الرزاق. مهدي سعادة عمار شمل خرج كورة طويلة ترجع بالراس حسين الراقد. محمد أمين بن عمر لمهدي سعادة الترويض من بغداد لأكوستا. أكوستا وقبله محمد علي اليعقوبي. يتدخل محمد علي اليعقوبي. ضربة ركنية للنجم الرياضي الساحلي. التنفيذ من حمزه الاحمر. ابعاد كوره من محمد علي اليعقوبي ثم فخر الدين بن يوسف قبل النقاس. تبقى دائما الكوره للنجم الرياضي الساحلي. التنفيذ لمهدي سعاده. محمد امين بن عمر امكانيه للتسديد. يخير التوزيع بعيده كوره على بغداد. كانت عنده امكانيه ربما للتسديد افضل. غابت الحلول على النجم الى حد الان في هذه المباراة. غابت الحلول على النجم. يفكر المدرب فوزي المنصرتي في كيفية التعامل مع التوقيت المتبقي. النجم يبحث عن توازنه الى حد الان بعد مرور 65 دقيقة لعب. هزيمة فقط للنجم كانت في الجولة الثالثة امام الاهلي المصري. كان الجولة الاولى انتصر على الملعب المالي 1-0. ثم فاز على الترشي في ملعب رادس 1-0. الجولة الرابعة هذه كورة خطيرة. خيلان الشعلالي
المطالبة بلمستين والحكم قريب يترك اللعب. سامح الدربالي تتعدى كرة تصل إلى خاصي عبد الرزاق. الجولة الرابعة قلت النجم فاز على الأهلي 1-0، والجولة الماضية نقطة أتان بعد تعادله في باماكو مع الملعب المالي، تعادل إيجابي 1-1. معز عبود يربح تماس أمام حمدي نجاس. فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف يطلب كرة. سامح الدربالي لا يلعب قصيرة مع ادريس المحيرسي، توصل الان سامح الدربالي التوسيع وادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي بالراس كان بين بوغتاس وعمار شمل. هذه الاعادة لعرضية الدربالي، وادريس المحيرسي راسيته بعيدة فوق مرمى العارس زياد الشبالي. أكوستا المتابعة والتغطية من محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي بعيدة كرة، غضب متواصل من مدرب فوزي المنزرتي. قلت النجم مازال يبحث عن توازنه إلى حد الآن، خاصة على مستوى البناء الهجومي. حمزة الأحمر، حمزة الأحمر، غازي عبد الرزاق، يوسف المويمي، مرفوعة كورة بغداد ترجع من هيثم الشويني. معز عبود، خيلان الشعلاني يستعيد، محمد أمين بن عمر يلعب قصيرة مع حمزة الأحمر، ترجع لبن عمر، محمد أمين بن عمر يربح مخالفة، اعتراض كان من حسين الراجل وضربة مخالفة للنجم الرياضي الساحلي. هل يأتي الحل من كورة ثابتة في ظل غياب الحلول الجماعية للنجم؟ قد يجد الحل من كرة ثابتة. في الانتظار ضربة مخالفة للنجم الذي الساحلي، من سيتولى التنفيذ؟ هل سيكون كالعادة حمزة الأحمر؟ سحب ثلاثة تسديدات خطيرة على مرمى معز بن شريفية. جدار الدفاع كل من محمد امين النفسي وسامح الدربالي. حمزه الاحمر هو اللي باش يتولى التنفيذ، يرفع كوره حمزه الاحمر، ترجع من معز عبود، ياخذ كوره ثانيه محمد امين بن عمر الى حمدي النجاس، والمخالفه للترش، مخالفة ضد حمدي النجاس. طبعا فوزي البنزرتي تعودت بها الجماهير في كيفية يعني انه يعيش المباراة، ولو انه يعني بعد المباراة معروف بهدوء مدرب فوزي البنزرتي، مدرب معروف عنه حب الانتصار بينما الهدوء من جانب عمار السويح. هل تتزامن اول مباراة رسمية ليه مع الترجي بانتصار خارج الديار على حساب النجم الذي الساحلي فريقه السابق، شخصيا من بين المعجبين بهذا المدرب عمار سويح، خاصة على مستوى فرض الانضباط. قلت معروف بالصرامة وفرض الانضباط، وهذا هو المطلوب في الترشي في هذه المرحلة مع لاعبين شبان. تغيير أول في تشكيلة الترشي، إدريس المحيرسي سيغادر. إدريس المحيرسي
يبدو أن عمار سويع سيقوم بتغييرين في نفس الوقت. إدريس المحيرسي سيترك مكانه لشاكر أرجيعي، لا قبل أرجيعي رقم 12 وسيم النغموشي. وسيم النغموشي بينما معز عبود يترك مكانه لشاكر أرجيعي. لأن عمار سويح يقوم بتغييرين في نفس الوقت في تشكيلة الترشي. ترجع كرة حمزة لح ستعود برمي التماس للترشي والتنفيذ من محمد أمين النفس. محمد أمين النفس تقطع من زياد وغطاس، تمشي كرة أكوستا يطلب في رواق حمدي النجاس، خير يلعب مع غسيرة مع المويبي. أكوستا متابع من علي المشاني. كرة في الأخير، ضربة ركنية للنجم الرياضي الساحلي. تابع بن شريفية، كان معاه حسين الراقد في كرة تتحول إلى ركنية في الجهة المقابلة. هذه الإعادة لتوزيعها في شكل تسديدة من حمزة الأحمر دائما في التنفيذ يختار القائم الأول. ترويض من المويبي، يوسف المويبي تابع فيه سامح الدربالي. المويبي حمزة الأحمر يحاول يبعد لوسيم النغموشي حمزة الأحمر يرجع في التغطية. غيلان الشعلان وتدخل قوي من غازي عبد الرزاق مع شاكر الرجيع، تدخل قوي أو من مع هيثم الشويل. غازي عبد الرزاق في تدخل مع هيثم الشويني. كذلك من بين الأسماء الشابة يلعب في المنتخب الأولمبي التونسي، ابن الترشي الرياضي 19 عام فقط، من مواليد 17 أبريل 96. واضح التفكير بالنسبة للترشي للمرحلة القادمة الاعتماد على العناصر الشابة والتكوين فريق للمرحلة القادمة. قلت ولو أن جمهور الترشي ما يقبلش أن يبتعد عن منصات التتويج لفترة طويلة، جمهور تعود بالتتويجات وبالألقاب. استناف اللعب، كرة طويلة من محمد علي اليعقوب، ترجع من عمار الشمل لمحمد أمين بن عمر. ربع ساعة تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي للمباراة. الترشي مسالي حافظ على سباقية 1-0، هدف هيثم الشويني في دقيقة 25 من الشوط الأول، بينما هذه مخالفة ضد فخر الدين بن يوسف. تمشي كرة لبغداد منجاح ومخالفة ضد محمد علي اليعقوبي.
لعبت مخالفة للنجم. التنفيذ كالعادة من حمزة الأحمر. حمزة الأحمر كرة ثابتة والتصويبات خطيرة على مرمى الحارس معز بن شريفية. قلت في ثلاث مناسبات هدد بجدية مرمى بن شريفية. حمزة الأحمر تثرب الكرة، يتسدى بن شريفية ثم تثرب في العارضة. إمكانية هدف التعادل ضاعت على النجم في 76 دقيقة لعب. للمرة الرابعة الخطورة تأتي من أقدام حمزة الأحمر، يلمسها بن شريفية ثم تلمس في العارضة. ولو أنه لاعبي الترشي طالبوا بوجود تسلل من لم يكن هناك أي لاعب لمس الكرة، كانت بطريقة مباشرة تسديدة حمزة الأحمر. الحظ لم يحالف حمزة الأحمر. قلت هذه المرة الرابعة اللي هدد مرمى معز بن شريفية. تنفيذ ضربة المرمى من بن شريفية. سامح الدربالي، دربالي يخرج بالكرة، دربالي إلى هيثم الشويري. هيثم الشويري على التأخير لمحمد أمير النفسي أو وسيم النخموشي. النخموشي وتسديد بعيد، بعيدة تسديدة وسيم النخموشي في الشباك الجانبية لمرمى سياد الشبالي. لم تكن موافقة، ما كانش ينوي التسديد من خلال إعادة، ربما كان يفكر في عرضية، لكن بخارج الرجل ضاعت الكرة على وسيم النخموشي. كرة ترجع مخالفة للترشي حسين الرابي. شاكر الرقيعي ضاعت كرة تماس للنجم. التنفيذ من حمدي النقاس. حمدي النقاس مع محمد أمين بن عمر. يرجع زياد بوغطاس مع عمار شمل. يفتك الكرة من محمد أمين النفسي. محمد أمين النفسي لوسيم النخموشي. تفتك الكرة من زياد بوغطاس والتماس للنجم. يرجع في وسط الملعب للنجم من حمزة الأحمر. حمزة الأحمر يرجع العمار. عمار شمال لزياد بوغطاس. جماهير النجم لم تهدا، تساند باستمرار فريقها من أجل العودة وتفادي هزيمة في ملعب سوس الأولمبي. حمزة الأحمر الكرة لمحمد أمين بن عمر. انطلاق من محمد أمين بن عمور. ترجع كرة من محمد علي اليعقوبي. فخر الدين بن يوسف يرجع للمساندة وابعاد كرة كما شاهد من سامح الدربالي. تنفيذ بسرعة. غازي عبد الرزاق باختيار منشاع. حكم ما يحتسبش مخالفة. الدربالي فخر الدين بن يوسف ما تعداش الكرة. تعداش كرة لهيثم الشويني. تقطع من عمار. محمد أمين بن عمور. مهدي سعادة. مهدي سعادة. حمزة الأحمر يلعب خسيرة. تبقى كرة دائما للنجم. هذه راسية من بغداد. راسية بغداد بنشاح جانبية لمرمى بن شريفية. تكون بعيدة عن مرمى الحارس بن شريفية. شاهد كذلك رقم 23 في تشكيلة النجم أمير العمراني. أمير العمراني أخذ مكانه كتأخير ثالث في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي.
الاخر سامح الدربالي. الدربالي فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف متابعه من مهدي سعاده. 1-2 خيلان الشعلان، خيلان الشعلان التوسيع وحمدي النجاز، لكن تضرب الكوره في الاخير في وسيم النقموشي. ضربه مرمى، ضربه مرمى للنجم الساحلي. 9 دقائق تقريبا على نهايه الوقت الاصلي للمباراه. الترجي راشد الحفاظ على هذه الاسبقيه، ولما لا تدعيمها، والنجم مازال يبحث عن هدف التعادل. حمزه الاحمر، محمد امين بن عمر، مهدي سعاده، مهدي سعاده يسدد، مهدي سعاده وبن شريفي على مناسبتين امام بغداد بونجاح. مباغتة تسديدة مهدي سعادة تضرب في أرضية الملعب قبل أن تصل لبن شريفية. هذه الكرات اللي يخشاها حراس المرمى، يعني عملت ريبون قبل أن تصل لبن شريفية، وبن شريفية تسد على مرتين أمام بغداد منجاح. بينما عمار السويح ينوي القيام بالتعويض والتغيير الثالث في تشكيلة الترجي. ذكر وسيم النغموشي أخذ مكان إدريس المحيرسي، وشاكر رجاعي عوض معز عبود. بنماس سجلنا من جانب المدرب فوزي المنزرتي دخول كل من أكوستا، مهدي سعادة وامير العمران. في انتظار استئناف اللعب، كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي. السويس الاهلي يتقدم على الملعب المالي، نتيجه تمكنوا من تصدر هذه المجموعه على الاقل الى حد الان. تغيير ثالث قلت في تشكيله الترجي. حسين الراقد، بينما التغيير المنتظر في تشكيله الترجي. شمس الدين السابتي، شمس الدين السابتي، شيخو مكانه في الخمس دقائق الأخيرة. كذلك من الأسماء واللاعبين الشبان اللي تكونوا في فريق الترجي يلعب في المنتخب التونسي الأولمبي. 19 عام فقط، من مواليد 12 مايو 96. هذه المراهنة على الشبان، السياسة الجديدة لتوخاء الترجي الرياضي التونسي في هذه الفترة. تكوين فريق قلت عديد قادر على العودة للواجهة ولعب الأدوار الأولى مع تدعيمهم ببعض الأسماء الأخرى، وحتى الأسماء الأجنبية اللي تم انتدابها من جانب الترجي على خرار قلت النيجيري لاعب إنيبا كينغستي سوكاري. المدافع إيتشاكات يرى لاعب المنتخب المالي لأقل من 20 عام، هو مواطنه عبد الله سيسوكو مهاجم الملعب المالي. بعيدة كورة على حمدي نجاز، رمي التماس للترجي والتنفيذ من محمد أمين النفسي. التغيير سيتم الآن، التغيير الثالث. شمس الدين السابتي مكان من؟ شمس الدين السابتي مكان فخر الدين بن يوسف.
متوسط ميدان 27 السابتي مكان فخر الدين بن يوسف. كرة مازال ما استعادش كامل إمكانياته فخر الدين بن يوسف. ترشح كرة هيثم الشويني قبله زياد أبو غطاس والكرة ستعود بضربة مخالفة. ضربة مخالفة يمشي للتنفيذ. حمزة لحم لمحمد أمين بن عمر يلعب كرة لعمار الشمل. مرفوع عمار الشمل غازي عبد الرزاق ضربة جزاء. ضربة جزاء للنجم بعد لمسة يد من سامح الدربالي. سامح الدربالي استلام من غازي عبد الرزاق ولمسة يد بانتظار الإعادة. من لمس الكرة الدربالي أم محمد علي اليعقوبي؟ ضربة جزاء يعلنها الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف قبل أقل من 3 دقائق من نهاية المباراة. هذه إعادة لتوزيعة عمار الدربالي. هو للمس الكرة هل هناك لمس أم لا؟ على كل القرار لمهدي عبيد شارف يعلن عن ضربة جزاء. ضربة جزاء للنجم في توقيت 89 دقيقة لعب. من سيتولى التنفيذ؟ بغداد بونشا. بغداد أمامه معز بن شريفية. بغداد وبن شريفية. بغداد بونشا. انتظار طبعا يعطي الحكم اشاره التنفيذ. بغداد يتقدم يسدد وهدف التعادل. جول! هدف التعادل للنجم عن طريق بغداد منشاح. اخيرا النجم يجد طريق الشباك في الثواني الاخيره من الوقت الاصلي للمباراه. بغداد منشاح من ضربه جزاء. الشابي 1-1 ولأنه من خلال الإعادة للقطة ضربة الجزاء عليها لمسة يد أما اعتبر أن هناك اعتراض من سامح الدربالي. على كل النتيجة 1-1 في مباراة الملعب الأولمبي بسوسة في انتظار الوقت المحتسب. بدل ضاع كم سيذيب الحكم الجزائري كوقت بديل. 5 دقائق. 5 دقائق كوقت بديل. كرة بترجع. كرة بترجع بمخالفة. للترشي هذه المرة ضد عمار الشمل. دون كرة عمار الشمل كان في الاعتراض مع هيثم شويني. كرة ثابتة للترجي في الدقيقة الأولى من الوقت البديل. شاكر الركيعي وهيثم الشويلي أمام
الكرة، بينما التركيز من حارس النجم زياد الشمالي بانتظار تنفيذ هذه الكرة الثابتة. جدار دفاعي يتركب من خمسة لاعبين في جدار الدفاع، كل من مهدي سعادة، حمدي النقاس، بغداد منجاح، محمد أمين بن عمر. كرة ثابتة خطيرة، هيثم الشويني على التسديد، ترشح كرة من زياد الشبالي، سدد هيثم الشويني وتصدى زياد الشبالي، يرشح الهجوم المعاكس للنجم الرياضي الساحلي أمير العمراني. ضغط حمزة الأحمر، استلام الكرة وعلى انطلاق أمير العمراني، توسيع من حمدي نقاس، والركنية للنجم والتنفيذ من مهدي سعد. إعادة لتسديدة هيثم الشويني في كورة تحولت إلى هجوم للنجم، وضربة ركنية، التنفيذ من مهدي سعادة، جول بغداد بنجاح في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل، يقلب كل المعطيات بعد أن كان النجم متأخر في النتيجة إلى حدود دقيقة 90 في الوقت البديل، يقلب كل المعطيات ويحول التأخر في النتيجة إلى أسبقية 2-1 بمطلع الدقيقة الرابعة من هذا الوقت البديل. نهاية مباراة مثيرة، بغداد بنجاح، إعادة لركنية مهدي سعادة، ورصية بغداد كان أسرع من محمد علي اليعقوبي. ينتفض النجم في الدقائق الأخيرة من مباراة، عدل في مناسبة أولى في دقيقة 90 من ضربة جزاء عن طريق بغداد، وفي الدقيقة الرابعة في الوقت البديل يعود بغداد لزيارة شباك معزب الشريفي. هذه إضافة بغداد بنجاح هداف النجم الرياضي الساحلي. تشبث النجم بخدماته، قلت هو على ذمة فريق السد القطري، يواصل المشوار في مسابقة كأس الكاف مع النجم. النجم يقرب المعطيات في الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، يحول التأخر في النتيجة لأسبقية 2-1، ثنائية بغداد بنجاح. الثواني الأخيرة، الضغط من بغداد، كرة بينه وبين معز بن شريفية، أسرع حارس الترشي معز بن شريفية، حط الكرة لسامح الدربالي، تقطع من مهدي سعادة، وفي هذه الآونة الحكم الجزائري مهدي عبيد شرف ينهي مشاهدينا الكرام مباراة سوسة الأولمبي في نهاية مباراة مثيرة، يستفيق من خلال النجم ويحول الهزيمة إلى انتصار 2-1، ثنائية النجم لبغداد بنجاح في الدقيقتين 90 ودقيقة الثالثة بعد 90، وهدف الترجي كان في دقيقة 25 من الشوط الأول، في دقيقة 25 بإمضاء هيثم الشويني. إذن النجم يواصل طبعا صدارة ترتيب هذه المجموعة، لكن مع أسبقية في المركز الأول للأهلي في انتظار نهاية مباراة الأهلي والملعب المالي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، على صور فرحة جماهير النجم ولاعبيه بهذه النهاية السعيدة، استودعكم الله، إلى اللقاء.